سهلا بكل مشتركين قناة نور العين. جعنا لكم من جديد فيديو جديد أكلة جديدة بمطبخ نور العين. نبدأ بالصلاة على نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. دايما نبدأ بالصلاة على الرسول لحتى هيك إن شاء الله نتبارك. ورح نبدأ فيديو جديد شوربة على السريع، طيبة كتير، خفيفة كتير، عن جد سعرات الحرارية كتير قليلة، مفيدة كتير برمضان بما أنه الواحد صايم، بحب يبدأ بشي خفيف وسخن. عن جد يا جماعة جربوها، هي صح بتقدر تحطي لها لحم، بتقدر تحطيها دجاج، بس عن جد هي نكهتها بدون لحم بدون دجاج. يعني جربوها هيك وبعدين إذا أنتوا حبيتوا إضافات إلى بتقدروا تضيفوا، بس هي هيك طعمتها عن جد ولا أروع. جربوها اكيد اكيد راح تحبوها. وراح نبدا هلا بالفيديو، بس اول شيء ما تنسوا لي اللايك كالعاده. عم تنسوا لي اللايك، يعني والله مو خساره فيني اللايك، حطوا لي اللايك. يلا حطوا اللايك مشان نبدا. راح نبدا بمكونات الشوربه كتير بسيطه. هذا مقادير طنجره صغيره، طبعا طنجرتي معتاده، هاي مقادير طنجره صغيره بتكفي 5 أشخاص 6 أشخاص. المهم عندي هون كوسة كولجيت، عندي كوساي واحدة كبيرة، بطاطاي واحدة كبيرة، جزر زرودية واحدة، معلقتين طحين، قد قبضة اليد شعرية، والتوابل عندي كركم، فلفل أكحل بهار، رشة ملح، واحد جامبو ماجي. وهون التوابل اللي حكيت لكم عليها هي الثوم والبصل البودرة مع كيري مع الخلطة اللي أنا خلطتهم من التوابل. عن جد يا جماعة كتير أكلة سهلة، فيكن تبدو تقلوهم بشوية زيت، فيكن زبدة، أنا بحط زبدة وشوية زيت بشان لمعة الشوربة. وخليكم معي هلا رح نبدأ. أنا هون حاطة معلقتين زبدة، رح دوبها وانزل بالخضروات. خليكم معي. شوفوا يا جماعة انا حطيت الجزر الكوسة البطاطا وعم شوحهم بمعلقة الزبدة وشوية زيت، بدي اياهم يتقلوا منيح، لا بصل ولا ثوم. عن جد انا هاي الشوربة بدون بصل بدون ثوم بتحسي نكهة الخضار. شوفي مجرد ما تحطي بصل او ثوم خليتي نكهتهم يغلبوا على طعمة الشوربة، ولا بصل ولا ثوم، هيك كتير كتير عن جد نكهة جديدة وطيبة. جربوها رح تحبوها، خفيفة كتير وطيبة يعني مفيدة لأهل الدايت لكلهم. أنا هون عم قليهم، رح قليهم كتير منيح، وأنا عم قليهم شو رح أعمل، رح أنزل بالتوابل. بدي اقلبهم هون، الشوربة رح يعطيكم شوية مي. انا بدي يتقلوا كتير منيح كتير كتير منيح. شوفوا هالمنظر، عن جد يا جماعة منظر ولا اروع، ريحة ولا اروع، شي بشهي. تعودتوا علي هون بالقناة شي بشهي، مو هيك؟ خلص كلياتكم طبخوا وقولوا شي بشهي، عن جد شي بشهي، الريحة ولا أروع. جربوها عن جد، جربوها وكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم فيها. عن جد شوربة بسيطة بس كتير 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 طيبة ورح تحبوها إن شاء الله. جربوها وكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم. انا هون رح قليهم كتير منيح، بدهم يتقلوا كتير منيح. شوفوا لي هالمنظر يا جماعة، نحن هون بدنا نقليهم كتير منيح. وعلى فكرة لازم تكوني فارمتيهم بهالشكل ناعم، يعني شكل الشوربة، وهن بيطلعوا اطيب لما يعني بتشيلي في المعلقة بيطلع لك خضرة مشكلة، مع انه حجمها كبير يطلع لك جزرعي ولا هيك
بيطلع لك كتير شكله حلو وعن جد يعني رح تنجح. هيك انا شوحتهم كتير منيح، شوحوا معي. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا ننزل بالطحين. بدنا نقلب. هلا نحن رأسا بدنا نحط تقريبا لتر مي ونخلط منيح. يا جماعة أنا هون حطيت المي، المي سخنة بيكون أفضل من إنك تحطيها باردة مشان الطحين مباشرة يعني يقعد معي باللتر، اللتر وربع، لتر ونص تتحمل معك. وراح نضل نحرك فيها، نحرك فيها منيح لأنه الطحين مثل النشا، إذا راح نتركها تغلي بدون ما نحركها الطحين راح يجبس ويصير عندك كتل في قلب الشوربة. لا نحن بدنا نخلي ايدينا عم تحرك في الطنجرة لبين ما نحس انه الطحين عطى سماكة في المرقة. عن جد يا جماعة لو تشموا ريحتها بتشهي وسريعة ومفيدة وما رح تندموا بإذن الله، ما رح تندموا. هون رح تقولوا لي نسيتي الشعرية، لا ما نسيت الشعرية، بس الشعرية إذا حطيتها مع الخضروات هلا وخليتها تغلي كتير منيح، لأنه هلا بعد ما نتأكد إنه الطحين أخذ سماكته في المرقة بدنا نتركها تغلي شوي حتى يستوي الخضرة وتتعقد المرقة. فنحن إذا حطينا الشعرية رح تلطخ تستوي زيادة على اللزوم. لا نحن بدنا نحطها بالأخير يعني لما تخلص الشوربة راح نحطها ونسكر عليها، بس هيك غلية ونسكر عليها. وهلا خلوكم معي، ما راح اطول عليكم الفيديو كتير، راح استناها تغلي منيح وغطيها وخليها على الهادي، وكل شوي حركة، كل شوي بدي حركة، ما راح خليها للطحين يجبس لحتى اتأكد انه استوى الخضرة وهن ما راح ياخذوا وقت كتير. وارجع لكم نشوف كيف بدنا نحط الشعرية. حطوا اللايك قبل ما ارجع لكم. وهيك يا جماعة الشوربة شو عم تقلنا؟ عم تقلنا انه انا استويت وصرت عالي العال. شوفوا لي هالمنظر، عن جد شوفوا قولوا لي، يعني اليوتيوب لو كان عاملنا تقدروا تشموا من عن طريق اليوتيوب. يا جماعة ما بتتأخروا على هالشوربة ولا حتى 5 دقايق، شوف ريحة ولا أروع. هلا تأكدنا انه استووا، هنا رح يستووا بسرعة لانه الخضروات كتير ناعمة. فهلا شو بدنا نعمل؟ راح نقلهم انزلوا زيدونا الطعم كمان شوي طيابة اكتر واكتر. نحن ما بدنا كتير تغلي الشعرية مشان ما تفنش، بدنا اياها يا دوب هيك تستوي من الحرارة. ولما بتاخد غلوتين شو منقلن؟ منقلن طعم شوية كزبرة على شوية نعناع، منقلها روحي. يلا اشتغلي شغلك في قلب الطنجرة. يا جماعة عن جد ريحة ولا اروع ولا اروع، شوربة لذيذة 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 فوق الخيال. وهيك بتكون شوربتنا خلصت. هي 10 دقايق 5 دقايق اذا كنتي فارمة الخضروات، منقلك 5 دقايق بتخلص الشوربة، بس اذا مالك فارمتين يا حلوة منقلك 10 دقايق بتخلص الشوربة. وهيك شوربتنا خلصت في 10 دقايق، مكونات بسيطة كتير، لذيذة كتير، خفيفة كتير، عن جد للدايت كتير، شوربة رائعة عن جد رائعة. مو كل شي باللحم والدجاج ولا بيكون طيب، عن جد في أكلات لذيذة كتير وخفيفة ممكن تكون بدون دجاج وبدون لحم، جربوها. وعلى فكرة هاي اللي حب يضيف لها دجاج مو مشكلة، بيقدر يضيف لها
وياكل مثل ما بيحب. بس نحن هاي هي شربتنا، شوفوا هالمنظر، شوفوها بطبق التقديم. طبعا ما رح ندوق يا جماعة، نحن صايمين. تمام، خلوكم معنا نشوفوا طبق التقديم، شوربة بالخيال. وهيك صحن الشوربة، عن جد شوفولي، اشتهيتوا تدوقوا، اشتهيتوا تدوقوا، والله ما حدا فيكم بيدوق حتى يقدن. بس عن جد الريحة بتدوخ، الحمد لله انه الأدام باقي له دقايق وبقدر دوق. وهيك ان شاء الله يا رب يا رب تجربوها وتحبوها، ويكون عن جد عم بقدم لكم شيء تستفيدوا منه. دعموني، لا تنسوني باللايك، واهلا وسهلا بجميع مشتركين بقناة نور العين، واهلا فيكم بمطبخ نور العين. سلام.